السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في الحلقة الأولى أو نعتبرها الثانية من برنامج ليس كل ما يلمع ذهبا. الهدف من هذا البرنامج ماشي هو التقليل أو التحقير أو النقد، ولكن فقط أننا باش نغيروا واحد الجزء بسيط من المفاهيم المغلوطة والنمطية اللي عندنا حول الدول التي نسميها عظمى أو متقدمة. يعني ملي كنقولوا عليها دول عظمى ومتقدمة، يعني دول متقدمة صناعيا، اقتصاديا، عسكريا، عندها أفلام بطريقة رائعة اللي كتبهر الناس، وبيان سور الأفلام كيبينوا لنا فيها غير شيء اللي هما تيبغيونا نشوفوه. بون، من حقهم، كل شعب كيخصو يسوق الثقافة ديالو بالشكل اللي كيشوفها صحيحة. مزيان، الآن غادي نشوف واحد الفيديو من الفيديوهات اللي غيغير الفكرة ديالنا على الشعوب الأخرى، وباش ما نبقاوش نحقرو راسنا بزاف ونقولوا حنا ما عندناش وحنا ما نسواوش وحنا مكلخين وشوفوا سيادنا. غناخد واحد الفكرة على الحالة الصحية ديال واحد لوبيتال، واحد المستشفى، هوسبيتال، في أمريكا. نشوفوا شنو واقع، وفي نفس الوقت غادي نستافدوا بعض الكلمات باللغة الإنجليزية اللي غادي تصيبوها في الآخر ديال الفيديو. نبدأ. Who's Kieran Dillon is live at Jacoby with the very latest. Kieran, good morning. Good morning, Mary. Yeah, the nurses here at Jacoby Medical Center just held a press conference. They say the hospital is putting their lives at risk by asking them to reuse their personal protective equipment. Nurses on the front lines of the coronavirus crisis at Jacoby Medical Center in the Bronx are fed up. They say after the CDC changed its guidelines. هنا عندنا واحد المجموعة من الممرضات في واحد المنطقة سميتها جاكوبي، كداروا واحد الوقفة احتجاجية. شنو السبب؟ السبب هو أن المستشفى فرض على الممرضين والطاقم الصحي أنه يدير إعادة الاستخدام ديال الأدوات الصحية اللي كيخدموها، أدوات الحماية بحال الكمامات، بحال الألبسة الوقائية من مرض كورونا. أجي نسمعوا واحد الممرضة كتكلم ونشوفوا شنو غادي تقولنا على هذه المسألة هذه. Guidelines. They were told by management to reuse their personal protective equipment, including N95 masks, for 1 week. It's just one of many stories coming to light from healthcare workers across the tri-state. The masks are supposed to be one-time use. كتقول ان الماسكس نورمالمون في العادي، في النورمال، في الحياة الطبيعية والاستخدام ديالو انه كيتستخدم مرة واحدة فقط. الماسك، الكمامة، كيتستخدم مرة واحدة. Prior to coronavirus, they were one-time use. You use them for a patient and they went in the garbage. And now all of a sudden, كيتستخدم مرة واحدة ملي كانت عندك كونتاكت مع المريض، مع البيشنت، مرة واحدة ومن بعد كيتلح. The CDC is saying that it's fine for us to reuse them, and these choices are being made not based on science. They're being made based on need. These images. ألو، قالت إن لوبيتال، المستشفى، فرض عليهم انه يديروا اعاده الاستخدام، يعني يديروا الماسك، هذا الماسك اللي كتشوفوا هذا، يخدموا به النوبه الاولى والثانيه والثالثه والعشره، لان ما عندهمش مساكن. وكذلك ان هذا اللباس اللي كتشوفوهم لابسينه انه مصاوب غير باش يتكونسوما، غتلبسه مره واحده ويتلاح، ماشي مصاوب انه باش يتغسل ولا يتسماش ولا امر صعيب. نكملوا. Taken inside Holy Name Medical Center in Teaneck, New Jersey, provided to us by the hospital, give us an inside look at how they're battling the coronavirus. Doctors and nurses suited up in some of these pictures. كيف كتلاحظوا معنا في هذه الصورة هذه، ان كيف كتشوفوا الممرضين في هذا المستشفى هذا في امريكا، ان الوجه ديالهم عاري، هو للناس اللي كتكون عندها واحد اللقاء مباشر مع المريض مرض كورونا، خاصو يكون مغلف كله من راسه حتى لرجليه، يعني اللحم ديالو ما يكونش باين. كتلاحظوا ان بحال هاد السيده هذه اللحم ديالها باين، تقدر تقيس وجهها، تقدر يكحلها على وجهها، ما تغسلش داك البلاصه، الوغ الامر صعيب بزاف. فبالتالي مما يؤدي الى ان بزاف ديال الطاقم الصحي من اطباء وممرضين تصابوا بهذا الفيروس هذا. الوغ ما بغيناش نساو ان الشعوب الاخرى حتى هما بحالنا، كيفكروا بحالنا، كيخطئوا بحالنا، وكيكونوا مزيانين بحالنا. الوغ ما نبقاوش ننقصوا من المستوى ديالنا ومن الثقافه ديالنا، فكداك الشيء اللي عندنا حتى هما عندهم. التطور الصناعي، التطور العسكري، التطور في الافلام، التطور الاقتصادي، ما كيعنيش ان شعوب واحده اخرين احسن منا.
فلنغير سلوكنا. إذن سوف نشرح عنوان الحلقات ألا وهو ليس كل ما يلمع ذهبا. ليس كل ما يلمع ذهبا. إذن ترجمة هي All that glitters is not gold. All that ليس نبدأ بكلمة ليس. ليس رأيناها في دروس تعلم اللغة الإنجليزية من الصفر للمبتدئين. كلمة ليس تعني is not. Is not. كل ما كل all تعني كل شيء. Okay all people كل الناس all students كل التلاميذ all friends كل الأصدقاء all that كل ما glitter تعني اللمعان وهو ممكن أن تكون نعت أو تكون فعل. إذن glitters هذا تصريف في simple present سوف ندرسه. إذن يلمع glitter. Gold تعني ذهب. All that glitters is not gold. فنمر الآن إلى المصطلحات التي شاهدناها في الفيديو. طيب المصطلحات المتعلقة بكورونا والمستشفى في أمريكا. أول مصطلح هو pandemic. Pandemic. Pandemic تعني وباء متفشي. وباء. كلمة تالية nurses. مفرد nurse. فبإضافة s في نهاية الكلمة يعني ممرضون جمع أو ممرضين. Put life at risk. Put معنى تضع وضع يضع. Put life الحياة. Risk تعني خطر. فتعطينا put life at risk. تضع الحياة في خطر أو تعرض الحياة للخطر. كلمة أخرى we have reuse. عندنا كلمة use الاستخدام. I use my hand. I use my pen. استخدم. Use. فبإضافة reuse يعني إعادة الاستخدام. Reuse. كلمة أخرى. Protective. Equipment. Protective تعني حماية. Equipment تعني معدات. معدات الحماية. Protective equipment. وبعدها عندنا كلمة mask. قناع. Mask. بعدها كلمة garbage يعني نفايات أو نفاية. عندنا كلمة hospital تعني مستشفى. عندنا كلمة sick مريض. sick. وأخيرا عندنا كلمة front line. front تعني أمام أو جبهة تعني أمام. line خط فالخطوط الأمامية. front line تعني الخطوط الأمامية أو الصفوف الأمامية. ومن هذا المنظر أوجه تحية لكل الممرضين الصاهرين على حماية صحة المواطنين. شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله في حلقة قادمة إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.